السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة مع جمهوركم نورماندو. النهاردة يوم تاريخي في القناة، هتقول لي إزاي؟ أقول لك أنا جبت الفنان محمد رمضان نلعب بيه، هتفهم؟ هتخش دلوقتي وأقدم لكم دلوقتي الفنان محمد رمضان، خش يا الفنان. لو انت بتحب الفنان محمد رمضان يعني ما تنساش دلوقتي تنزل تحط لايك يا صاحبي، لو انت مش بتحبوش يعني بتحبوش يعني حبين انا وحط لي لايك، انا حط لي انا لايك واشترك يا صاحبي فعل الجرس الحاجات الجميله دي. النهارده بقى خش يا جدعان ضحك وهزار وكل حاجه، محمد رمضان ونمبر 5 فاهمين وعلى الله بتكلم جد يا جدعان. النهارده جيم بصوا جيم بلايات بمحمد رمضان خرابه يا جدعان، محمد رمضان طلع نمبر 6، يلا بينا. اس ان بي ده سعدولة ده ولا ايه ده اصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاسطوره جه بين نمبر 1. والله يا جدعان عايز اقول لكم ان التحديث ده بوظ حاجات كتير في اللعبه، اولهم النزل. لما بنزل على العماره يا اسطى بلاقي نفسي في سانوك، ما اعرفش ازاي، بس يابا انا ما عارفين ان الاحتراف ما بيفرقش مع الحاجات دي، اي محترفين ابصوا انا نفسي تحت دلوقتي طبعا. هيو هيو تعال اخويا، واحده محترفين بقى، واحده محترفين انا ولا انا مع خلاص انا مع انت فاهم. يلا اخويا اخويا اللي بعده، يلا اخويا يا اسطى كان في حادثه شنيعه حصلت يا اسطى، اوف يسا ليه يسا بتعمل كده في الواد يسا، حرام عليك والله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عايز تبوش بوش عشان نخلص كده، عشان نعوش نلف ونضيع وقت وفي كلات بتضيع وحاجات. خلص بسم الله الرحمن الرحيم نمبر 1 على طول كده فاهم، على طول كده عشان اديك على ودانك. يلا طب اديك واحدة نمبر استنى انا هناكل على علينا يسا، اصبر يسا في ايوه كده ناخدك نوك على طول الكلايه هنا كمان على بركه الله. ايه ده سرقت الكلايه، لا هو على الغضب اللي هفعل الغضب دلوقتي يا جدعان. ايوه ناخد الكلايه، انت ما تاخدهاش، انا خدها ليه انت فاهم، انا اخد الكلايه. واحد بيجري تحت الدور قول له لا يا جدعان، لا انا لازم بنزل اجيب سلاح يا جدعان في كلات كده. العيال ده حظها جامد يا جدعان، طالب الجيش فيهم. يا لهوي مجزره، الاسطوره عامل مجزره. ايوه وحيات ابوك يا شيخ لا تطلع. نزلته ميه ورب ما هتنزل حي على بركه الله. في ناس بتبوش معاهم باجي او في ناس هناك ايه، بص يا نهار ابيض يا جدعان ده في 13 مليون واحد في البي في في في, في, في المايدش. طيب اوبا اوبا اوبا، انا ظهري امان ظهري امان، انا مش شايف حاجه من الشجره دي. ايوه جت فيه اوبا، هنيجي من هنا يمكن نشوف. الله خلينا اشوفك يا اسطى، خلينا اشوفك انت لو تفتح الباب بقى وتيجي بوش انت فاهم تتعامل معايا الصح. يلا اللي بعده اوبا، انا عايز اعمل حاجه بقى يا جدعان، انا عايز ابوش كده اروح اجيب عشان الذخيره اللي معايا خلصت والدنيا خربانه معايا خالص. بسم الله يا رب ما حدش يضرب بس عليا كده، مش عايزين ايه نموت موتة غبية في الاخر والله، ما بحبش القرف. حد نط ده، في حد ناوي يبوش عليا انا، الصلاة على النبي.
يا عم اخرب بيت الاوزي يا جدعان، يخرب بيت الاوزي محمد رمضان بايظ يا اسطى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هندي من ناحيه نمبر 1 دلوقتي يا جدعان. خلص الجيم هناخد المركز ال 7000 10000 مركز ال 10000. استنى يا كابتن صاحبك يا ابني خده معاك، استنى سيبه ساعه شويه عشان يطلع يا بوش. قول له اي كي ام، قول له بس اشيلك ولا اعمل فيك كذب. نمبر واحد يا خرا. انا هديني واحده شوت جن اقسم بالله كان هيخلص الموضوع. الواد ده راح جاي ليه يا اسطى؟ انا عايز انا عايز افهم هو راح جاي ليه. كان بيجيب سلاح صح؟ ايه ناوي تديها واحده كمان اهو يا اسطى؟ اهي جبت لك اللي بتخلص يا اسطى. تعالى نمبر واحد دي احلى حاجه في الدنيا يا جدعان. اصبر بس زود دم عشان في ناس بتبوش. يا نهار ابيض ده لا يخش العماره ده هيموت دلوقتي يا صاحبي. دي داخله برضه يا معلم رفاعي. اقسم بالله يا جدعان تقليط للصبح. ايه ده في ايه؟ في ايه؟ بالراحه بالراحه. تعالى هتبوش بشه مره قويه يا جدعان. الله هيبوش بشه مره قويه. بص تعالى بقى يا اخويا بقى، تعالى اصلا تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم نمبر واحد. اقعد هنا اقعد. اصبر اصبر فين ام فور يا اسطى؟ فين ام فور؟ مفيش ام فور يا اسطى. يلا اتفني الشوط ده يلا. احلى مسا عليك. يلا التاني فين يا اسطى؟ نط خليه ينط كده كده ميت كده كده ميت. سيبك والله سيبك، انا خلي الناس تموتك انا مش هاجي عيتك. الموت القلوطية الموت القلوطية اجمل منا. ايه ده في ايه؟ صدقوا انتوا ولاد الادب ولا هنزل اجيب لكم، هنزل اجيب لكم بتاع اجيب لكم سنايبر وكله مع لبس الدبانه ده يا جدعان. كل ما لبس الدبانه الواد لو اتحرك هيبقى فاضل له طلقه وربنا. هو ترمي قنبله اصلا. الله بقى صاحبي بخلي اصحابك ينفعوك يا زميلي يا زميلي. نمبر واحد. طب بص نمبر واحد دي نمبر ايه ده؟ طب نمبر واحد نمبر واحد وانتوا عارفين تعرفين. البوت العاشر زور بس نشوف مين اللي بيرمي قنبله ده يا جدعان. خدها باضي خدها باضي واحده محمد رمضان نمبر اس. لكم ايه فاضل سته؟ مش فارق بقى معايا بموت افوز ماليش فيه، المهم ان احنا بدعنا في اول الجيم. معلم محمد رمضان ظابط الشغل.
نمبر خمسة. وانت ايه ده؟ انت بتتحرك يا اسطى؟ نهار ابيض عليك يا خنزير الكلب، يا خنزير الكلب، يا لهو على الخنزير. انت شفت الواد ده اصلا مضايقني من الصبح يا اسطى، بقالي 3 ساعات عمال الف حوالينه. شو يا تشالب؟ لا اله الا الله يا عم، انا ناقص. لف يا اسطى حوالين البيت اصلا، لف. فين يا اسطى اللي بيضرب اصلا؟ والله دايما اموت في البيت، ملهاش لازمه يا جدعان. تعال اخوي، تعال يا اسطى، خلينا قاعدين. والزونج يا جاتك القرف في شكلك عيرزل. موتني، يلا موتني. بس 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 اللي هو قاعد ورا الطوبة. بيتك يا اخي، بيت الخنازير يا اخي اللي في اللعبة كله يا اخي. خلص، عايز اقتل الناس تانية. بص قاعد ورا الطوبة، قاعد. بص قول لي لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا. التلاتة أوسخ من بعض، شوف التلاتة أوسخ من بعض، يعني واحد من اليمين، واحد من هنا، واحد من هنا، مثلث، عاملين عليها مثلث. طب أنا عامل إيه أنا دلوقتي؟ عامل إيه أنا دلوقتي؟ المفروض يا اسطى الواد اللي هنا ده يقتل الواد اللي هناك، فاهمين؟ أهو لدعت واحدة، ماشي؟ كملوا أنتوا الباقي يا اسطى، أنا مش عايز الكلاية يا اسطى. النهار ابيض على الضرب. انت الواد خد ضربه قد ايه؟ طبعا اللي هنا ده هيلف لحد لما يجي لحد هنا ويد. انت انا محترف. الله العظيم يا رب، والله حرام عليكم، حرام عليكم والله. ده في واحد في البيت. خش جوه. بوش بقى، بوش بقى، ما بيموتش والله، ما بيموت. خلصها، خلصها، خلي صاحبك يلحقك يا اسطى، خلي صاحبك يلحقك. اهو يا اسطى، يلا يا اسطى، خش يا اسطى. نمبر واحد تتربك تربكس. بس كده يا جدعان، كانت كل حاجه النهارده. رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.